عشاق كرة السلة، عشاق الباسكيت، عشاق التتويج والفرجة، عشاق الفنيات. قلت التتويج، التتويج مازال وقته. عشاق الفنيات، عشاق لدانك، عشاق الماني تايم، عشاق البطولة الوطنية لكرة السلة. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الخاص بالجولة الأخيرة. نعم، كمان البلاي أوف اليوم نختم والختام مسك قبل ما ندخل في السوبر بلاي أوف والأدوار نصف النهائية للبطولة الوطنية لكرة السلة اللي جوستومون باش تبدا الأسبوع القادم نهار 19، الأول ضد الرابع والثاني ضد الثالث. جوستومون هذايا الرهان نتاع مباراة اليوم، شكون يكمل ثالث، شكون يكمل رابع، كيف كيف رهان واحد آخر، شكون يكمل الأول، شكون يكمل الثاني، في حوار غير مباشر بين النجم الساحلي والنادي الأفريقي. النادي الأفريقي يلعب شبيبة المنازة والنجم الساحلي يلعب ضد الملعب النابلي، يعني النجم الساحلي يفوز يكمل أول، الملعب النابلي النادي الأفريقي يفوز مقابل هزيمة النجم الساحلي يطلع النادي الأفريقي في المركز الأول. يعني جولة أخيرة مش باش نعرفوا شكون باش يتعدى للسوبر بلاي أوف، وإنما باش نعرفوا الترتيب، والترتيب مهم برشا لأنه باش يحدد ليزافيش نتاع نصف النهائي هذا من ناحية، وباش يحدد كيف كيف اللي عندهم الأولوية في القاع. وتعرفوا الأولوية عندها أهمية كبيرة ياسر في المباريات الفاصلة عند المرور للنهائي، يعني باش تمر للنهائي او باش توج بالبطوله. نمشيو لتشكيله الاتحاد المنستيري صاحب القاعه والجماهير. امين المهملي، حسني السعيد، احمد تريمش، نعيم ذي فله، حاتم قاسم، محمد قدور، اودي جي اف اي، فراس الاحياني، مروان لغنش، سيف العساوي، زياد جعفر، انور الزين اللبيري. منعمون هو المدرب ويساعده منذر قلاله. بالنسبه لضيوف المنستير، نجم الراتسي عمر عبيده، اشرف القنوني، حسني الإلهي، يوسف قدور، يعرف مليح صالة المستير يوسف قدور، مروان كشريد، محمد العباسي، محمد خليل الماجري، محمد أمين المغربي، لؤي روديسلي، أحمد سماعلي، عمر بوعلاق، أمين رزيق. المدرب هو ستراتوس كوكوليكيديس. حكام تارك بالطيفة، حاتم لانجر، وصابر الرزقي. نهنيه صابر الرزقي، تعدى خذ الشارة الدولية. صابر إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله ينورنا في المباريات الدولية كسوا على المستوى الافريقي او العربي او المتوسطي او العالمي، لما لا، وعندنا مشاركه عالميه. قلنا لعبد العزيز عباس حكيت عليها الجمعه اللي فاتت، المره هذه باركو لصبر الرزقي. مراقب اللقاء والسيد رشيد لوكسونتيني صديقنا، نحييه بالمناسبه. كنت تشوفوا في او دي جي ستارتير اليوم في المونستير، خاصه بعد اصابه جوليوس كولز اللي حتى على المعنوي مست برشا احبه الاتحاد المونستيري، مست برشا ملاعبيه الاتحاد المونستيري. كيف كيف الاصابه نتاع جوليوس كولز، الثقل نتاعو، الكونفيونس اللي كان يعطيها لاصحابه في اللعب، تقريبا الهدوء، كيف كيف حاسم في الاوقات الثمينه، اصيب منذ 3 اسابيع او اسبوعين تقريبا الى نهايه الموسم. جوليوس كولز. النجم الراتسي يبدا بيوسف قدور، مروان كشريد، عمر بوعلاق، يبدا كيف كيف باشرف القنوني وبمحمد العباسي. الاتحاد المونستيري ستارتير، فراس الاحياني، حسني سعيد، مروان لغنج، اودي جي افي. وهذا في انتظار بداية المباراة، تدري فما دقيقة صمت ولا نعرفش، الوقفة توحي أنه باش تصير دقيقة صمت في المونستير. هانا نستناو مع بعضنا. ونعيم ذي فلة بطبيعة نسيت ما سميتوش قبيله، ستارتير في الاتحاد المونستيري. الاتحاد المونستيري في المركز الثالث 13 نقطة 14 نقطة عفوا، النجم الراتسي في المركز الثالث الرابع ب 13 نقطة، يعني بيناتهم نقطة. هذا بالنسبة للنجم الراتسي والاتحاد المونستيري. بالنسبة لطليعة الترتيب، الأول النجم الساحلي 17 نقطة، الثاني النادي الأفريقي 16 نقطة. البرنامج المفصل لليوم 6 نتاع العشية، النادي الأفريقي شبيبة المنازه في قاعة الجورجاني، ثم في 5 نتاع العشية في نابل ملعب النابلي النادي الأفريقي، وبعد قليل الاتحاد المونستيري النجم الراتسي. دقيقة صمت ترحما على شهداء الوطن في أحداث بنجردين الأخيرة.
ترحم الله شهداء تونس شهداء الوطن. لا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها. ان شاء الله ديما متآزرين، ان شاء الله ديما واقفين مع بعضنا، ان شاء الله نصدوا كل عدوان خارجي او داخلي، نردوا بالنا من النميمة، نردوا بالنا من محاولة تقسيمنا. توانسة بلاد صغيرة جغرافيا، بوبولاسيون شوية، نسكن نحبوا بعضنا، خليوا حد يدخل في وسطنا. ان شاء الله ديما يد واحدة التوانسة كما وراو في الأحداث الأخيرة في بنقردان. تحية لقواتنا المسلحة ولأمننا وديوانتنا والحماية المدنية والأخوة الكل، خاصة في بنقردان الشعب التونسي العظيم في بنقردان اللي كف صف واحد مع الأمن ومع الجيش وصد الإرهاب. ما يرهبنا حد التوانسة، كي نبداو هكايا ما يرهبنا حد وما نخافوش، خافوا كان مرواحنا، كي نبداو سوليدار هكايا ما نخافوا من حتى حد، من حتى حد مهما كانت، مهما كان حجمه أو مهما حاب يخوفنا. ننتظر وياكم بداية المباراة، مانيش عارف علاش ما بداتش. كي قسمت وعملناها ما فهمتش. طارق بلطيفة يحكي مع مسؤولين أجمل راتسي مع حاتم لانجر. هاكم التصوير تجيكم، أنا بعيد شوية ما نعرفش فحوى الحديث الحقيقة، ما عنديش المعلومة بحكم موقع التعليق، لكن ننتظر وياكم بداية المباراة. قلنا بين النجم الراتسي والاتحاد المونستيري، لقاء ذهاب كان في راتس، نذكروا تفرجنا فيه الناس كل مع بعضنا، كان مباراة حلوة ياسر بين فريقين، وفات 80-73 للاتحاد المونستيري، مباراة كانت فرجوية هجومية، نذكروا الناس كل. اليوم النجم الراتسي مطالب انه اذا يحب يتعدى الثالث يجب ينتصر على الاتحاد المونستيري بثمانيه نقاط فما فوق، يكمل ثالث، خاطر كي ينتصر النجم الراتسي يولي اكزيكو مع الاتحاد المونستيري، بعد يرجعوا للمباراه المباشره بيناتهم، يلقاو انتصار انتصار، يرجعوا بعد للجولافيراج في الكونفرونتاسيون ديريكت. هذا بالنسبه للراتسي. بالنسبه للمونستير ما ينجمش يفكر برشا، ينتصر يتعدى ثالث من غير ما يدخل في الحسابات. هذا تقريبا من ناحيه الرهان. رهان هذا اللقاء اللي انطلق الان، كره لفراس الاحياني. مروان لغنج، حسني صعيد تبع في يوسف قدور، الخطا الاول يوسف قدور، كنا نعرف مليح باركي المستير يوسف. ديجي حوار الالتقاط يبقى للاعب ارتكاز الاتحاد، لاعب السابق في الملعب النابلي، يسجل اولى نقاط الاتحاد وسط اجواء جماهيريه متعودين بها في المستير الحقيقه، مش غريب على جماهير الاتحاد المونستيري الاجواء اللي تعمل فيها والدخلات اللي تعمل فيها، حتى لي زونتري سبيكتاكولير اللي عملوا فيهم على طريقه الان بي اي في برشا مباريات، دخول الملاعبيه طريقه أولى سلات نجم الراتسي بإمضاء أشرف قانوني. قلنا مش غريب في الأجواء تاع الباسكيت في المستير، ما عادش تحتاج لتقديم الأجواء الكبيرة في هذه القاعة الجميلة، واحدة من أجمل قاعات الجمهورية التونسية. لاكورتي بلوس فوت، حسني سعيد يسجل الثلاثية وياخذ البونوس. خمسة ثلاثة ورمية لحسني سعيد. ستة ثلاثة، ثلاثة نقاط أسبقية للاتحاد المونستيري. كرة تسيا بوعليك مروان كشريت كبلاي ميكر اليوم، مروان صانع لعب أساسي، مش موجود عمر عبيدة، مش موجود أمين رزيق. فما مباريات الكأس نهار السبت، نذكركم بالبرنامج بعد شوية. يخسر انتليكو نجم الراتسي، ترجع للاتحاد، الاتحاد المونستيري اللي نتائجه كانت
سلبية في الجولتين الأخرانيين، خسر أمام ملعب النابلي وأمام شبيبة المنازه، لكن الانتصارات الكبيرة اللي قدمها في بداية البلاي أوف خليته يكمل مرتاح. حسني سعيد فورما، فورما لحسني سعيد، ثلاثة نقاط جديدة لحسني سعيد، سجل سبع نقاط من أصل تسعة، سبعة من أصل تسعة. سبعة من أصل تسعة حسني سعيد، الجاشيت بتاع الاتحاد المونستيري. عباسي، عمر بوعلق، مروان كشريد، حاول بالثلاثة ما سجلش، الخطأ ضد إفي أو تي جي. يستعد للدخول حسني أو أحمد تريمش، يدخل أو تي جي، ارتكب الخطأ الثاني في دقيقة وأربعين ثانية، هذا كثير بالنسبة للاعب ارتكاز أجنبي تعمل خطأين في دقيقة ونص. يرتاح ويدخل تريمش، أولى الرميات ناجحة لمروان كشريد. هذا هو مروان كشريد منذ سنتين في رادس، ينجح في الثانية. كيف كيف مروان كشريد لعب في القاعة هذه مع الاتحاد المونستيري، مروكي كيف كيف من المغربي في رادس، لعب في المستير. وحسني سعيد اللي لعب في المستير سبق له انه لعب في رادس. غانجا لحياني، يمشي مروان لغنج، يمشي لحسني سعيد مرة أخرى من ثلاثة. أوه حسني اليوم سعيد يعمل في إحصائيات غير عادية، ثلاثة رميات، ثلاثة ناجحين 100% لحسني سعيد، وإن يلقى روحه على اليسار وحده في أوبن شات، هذه الرابعة، مرة هذه ما يسجلش. يرجع الامتلاك ويبقى الامتلاك للمونستير. مروان لغنج في راس لحيني، تبع فيه العباسي، يسدد ما سجلش. المتابعة نعيم ذفلة، منتدب من الافريقي سنين نعيم ذفلة، عاون برشا كيف كيف في المستير. التسديد، كورة في دين العباسي، يعمل ربون، ديش ستة، عمر عبيدة اللي مازال كيدخل، عمر عبيدة، محمد أمين المغربي، عمر عبيدة من ثلاثة، يسجل يسجل أولى نقاطه عمر عبيدة، قلص الفارق إلى 11-9. أمامكم 12-9، النتيجة ما هي النتيجة صحيحة 11-9 تصلحوها. التسديد حسني سعيد، نعيم ذي فلة، الخطأ في الهجوم ضد نعيم ذي فلة. يحكي معاه حاتم لانجر، يقول له وقت اللي نعلنوا على خطأ تسيب الكرة وتقبل القرار من غير ما تعمل رياكسيون. ديش تسعة، ستة دقائق وثلاثة واربعين ثانية، كرة راتسية، عمر عبيدة، يوسف قدور، مروان كشريد، ثم عبيدة، عمر عبيدة تبع فيه غنجة، تمشي المروكي، ثم مروان كشريد من الكورنر، ما يسجلش، في راس لحيان يعمل التقاط، يلعب الكرة الأولى مع مروان لغنج، يمشي نعيم ذيفلة، حاول يمشي للتوغل، نعيم ذيفلة قاعد يفرسي في العملية الأخرى، نعيم ذيفلة يخسر كورته، تمشي بهجوم عكس النجم الراتسي، محمد العباسي يمشي بالكرة ضد محمد العباسي. منذ مدة طويلة النتيجة قاعدة 11-9،
هما شوية قل التركيز في الفريقين. أمامنا فراس لحياني واحد من أحسن اللاعبين في البطولة التونسية، لاعب معروف فرجوي كريزي دنكر. فراس لحياني كان تبعوا معنا في البطولة. كريزي دنكر لاعب يعمل عملية دنك غير عادية، عنده قوة متاع ارتقاء، لاعب فرجوي فني. حسني سعيد يعمل في بداية مباراة نموذجية. حسني سعيد كان مينيش غلط، 12 نقطة على 13 سجلها حسني سعيد، كان إحصائياتي صحيحة. عبيدة وصل كرة العباسي، كيف عباسي نذكر جولة الفارتة، عمل لقاء جيد ضد نجم الساحلي، لعب مليح في الراكات. نعيم ديفالا خروج ساق، نعيم ديفالا يخسر امتلاكه الاتحاد، تعود للنجم راتسي معزز بامين رزيق. الان تعرض وسط الاسبوع لإصابة خفيفة امين رزيق، لكني ما خلتوش يغيب على مباراة اليوم امين رزيق، مباراة مهمة تحديد المركز الثالث. ماروكي توصل كرة العبيدة يسدد، ينجح فورما لعمر عبيدة اليوم كيف كيف، كما حسني فورما في التسديد من بعيد 100%، سدد مرتين نجح فيهم عمر عبيدة. كانت فما انتيسيباسيون على البيك اند رول، فما تغطية على العباسي، ما خرج حد على عمر عبيدة في الثلاث نقاط، طلع وسدد ونجح. اليوم صح حسني وعمر اليوم خرج المنطقة، احصائيات عالمية. حسني سعيد من الثلاثة، ايربول المرة هذه، ثم الكونتر حلوة، بلوك شوت عباسي، طلع كرة عبيدة يرجع معها غنجة. كرة راتسية 13-12 مشوقة من رزيق مروكي. ثم كرة لعمر عبيدة، اعذروا شوية عندي صوتي تعب شوية، تعرفوا تبديل الطقس وغيره. ينجح أفضل لاعب في راتس الآن عمر عبيدة في أنه يعطي أول نقطة وأول أسبقية للضيوف الرواتسية منذ دخوله عمر عبيدة، سجل 8 نقاط من أصل 14. ناجع للغاية عمر عبيدة، يظهر لي حتى في الإحصائيات يدور في 100%، معناها ما فلت حتى كرة. سد مارتيني يظهر لي من ثلاثة نجح، وعمل دي بوردمون نجح فيه. يرتاح العباسي، يدخل سماعلي، يغير مركز بمركز. ستراتوس كوكو لوكيديس يونيني رادس 14-13 نقطة أسبقية. حسني سعيد وسكورة، نعيم ديفالا معه مروكي، ثم يمشي سماعلي للتغطية، حاول يحرر ويلعب مع تريمش، تقعد الكرة عند الاتحاد المنستيري وأحمد تريمش، خروج بالكرة. برشا تورنوفر في الاتحاد المنستيري في الدقائق الأخرى، برشا تورنوفر، فما مشي بكرة وفما اثنين خروج كرة، دو سورتي بال. نقطة للنجم الراتسي عمر بوعليق من رزيق، ثم مروكي يجرب حظه من الثلاثة، ينجح واحد من الأخصائيين كيف كيف رادس والبطولة التونسية في التسديد من بعيد بثلاث نقاط، ينجح قاعد راجع في المباراة نجم الراتسي بالسلاح اللي أخذ به الاتحاد المنستيري النتيجة بثلاث نقاط بعد نجاح مروان كشريد في واحدة، مروكي في واحدة، واثنين عمر عبيدة. هذا 4 في 3 12، 12 نقطة من أصل 17 من خارج المنطقة. الاتحاد المنستيري كيف كيف 9 من أصل 13 من خارج المنطقة، يعني تقريبا كل السلات باستثناء دي بوردمون ولا اثنين من هنا من هنا، كل السلات لعبت على تسديدات من بعيد. 17-13 ضيع الكرة الأخرى على النجم الراتسي، تمشي لمروان الأغنجي يربح الخطأ، حسب طارق بالطيفة وصبر الرزقي، ياخذ الفاول على الصورة ابن القيروان السابق، سنوات في الاتحاد المنستيري، إضافة كبيرة للاعب السابق المنتخب التونسي، معروف بمثل هذه العمليات، سي با بوانتور، مش لاعب يسدد من بعيد مثلا، لكن ذكي وعنده القوة في الدرايف في التوغلات، وقت يجيب الأخطاء ويجيب رمية حرة كيما هكا مروان الأغنجي. نجحش في الرمية الثانية، تبقى الكرة للنجم الراتسي 17-14، 3 دقائق على نهاية الفترة الأولى، رغم التسديدات الناجعة ورغم الإحصائيات العالية من هنا ومن هنا، ما
فترة تقريبا ما فيهاش برشا حماس. نزلوا الملاعبية رغم أنه ناجحين إحصائيا من الفريقين، الاتحاد المنستيري بنجح أقل في الدقائق الأخرى 20-14، لكن مازلت المباراة ما دخلتش في النسق اللي يعودون به. هذا ترنوفر آخر الاتحاد المنستيري، هذا خسارة كرة أخرى في الهجوم، العديد من الترنوفر، العديد من خسارة من الكرات اللي خسرها الاتحاد. ترنوفر على الأقل فما دو سورتي بال واثنين عمليات مشي بالكرة 20-14. سمعلي معها نعيم ضيف الله يعمل اللوك، يعمل برارولين، نجح الاسماعيلي رغم البدايه صعيبه شويه. النجم الراتسي في الدقائق الاولى تاخذها الاتحاد المنستيري ذولي 12-5 حاجه هكا. من وقتها النجم الراتسي يعمل في مباراه جيده، يعمل في لقاء جيد. يحاول حسني سعيد المره هذه ما يسجلش، فما الخطا من فراس الاحياني، يستعد للدخول زياد جعفر ويطلب التايم اوت. هذا المدرب المساعد لستراتوس ومنعمون يطلب التايم اوت، ياخذ الوقت المستقطع حكم انه الاتحاد المنستيري تقريبا كان ما خانتنيش الذاكره في 5 دقائق أو 4 دقائق ونص سجل نقطه فقط. في المقابل النجم الراتسي هجوميا يعمل في بدايه مباراه نموذجيه، هذا جانب من الجماهير، جماهير غفيره وجماهير تواكب في فريقها، قاعة جميلة حقيقة، سوبر بلاي اوف يعمل الكيف في مباريات بين الاتحاد المنستيري. هذا مش بالترتيب راهو الياتوار، مازال الترتيب والبرنامج نتاع السوبر بلاي اوف نتاع الدومي فينال نتاع نصف نهائي البطولة نعرفوه بعد الجولة نتاع اليوم، لكن باش تلعبوا مباريات بين الافريقي والنجم الساحلي والنجم الراسي الاتحاد المنستيري، هذا تقريبا اللي باش يكونوا رباعي نصف نهائي البطولة إن شاء الله. كالعادة الوطنية بقناتيها باش تكون حاضرة، لما لا إذا فما مساعي أنه قدمونا مباراة بالجمعة والتلفزة الوطنية تكون عندها الإمكانية التقنية، لما لا نتابعوا مبارتين في النصف النهائي. حاولوا بحكم أنه كرة السلة قاعدة تحظى بشعبية كبيرة، جماهير تواكب فيها، مش كان جماهير الفرق المعنية ما حتى من التفاعلات الجماهير الرياضية بصفة عامة الكل. يرجع ايفي او دي جي اللي خماسي من عمون، يرجع في يلعب مكان احمد تريمش، فما اصابة لنعيم ضيف الله تشوفوا فيه تلقى في الاسعافات. ذكروا اللي سيف العيساوي يتعرض لاصابة خفيفة في اخر مباراة الفريق، كيف كيف خير منعم انه يرتحوا لانه الاتحاد المنستيري عنده مباراة كأس امام جمعية الحمامات. 22-14 أول دخول لزياد جعفر، إيفي ودي جي وصل كرة كريزي دانكر فراس الأحياني، الأسيست من إيفي دانك من فراس الأحياني، كرة راتسية 22-16. يحاول بوعليك ينجح، مباراة جيدة لبوعليك، مباراة جيدة لعمر بوعليك، مباريات اللي قدمها الى حد الان. 25-16 مازالوا 51 ثانيه على نهايه اولى الفترات. اف او دي جي حاول من مسافه متوسطه ما سجلش، موجود امين رزيق في الروبون يلعب مع عمر عبيده، مازال اللي طار الطبي الاتحاد المنستيري عالج في نعيم ضيف الله. 36 ثانيه امتلاكين تقريبا في الفترة الأولى، ممكن واحد الاتحاد المنستيري واحد النجم الراتسي منطقيا. 25-16 ميني بريك، 9 نقاط تقريبا، هرب شوية نجم الراتسي بعد بداية جيدة للمنستير. غنجة يلعب مع حسني سعيد، قاش برشا حلول الاتحاد المنستيري اليوم باستثناء تسديد من بعيد مع حسني سعيد. زالوا بعض ثواني في الهجوم، التسديد زياد جعفر ياخذ الخطأ، مع التسديد زيد جعفر منه مش كبير برشا في العمر، يعتبر قيدوم هذا الفريق فريق الاتحاد، هو اقدم لاعب في الاتحاد المنستيري من ال 12 اللي موجودين، يجي بعده حسني سعيد
ينجح في الرمية الأولى زيد جعفر. ما يسجلش الثانية، فما حوار الالتقاطات. تبقى للاتحاد المنستيري 7 ثواني في نهاية الهجوم و5 ثواني في نهاية الفترة. غانجا يمشي للدرايف وما يسجلش، ما زالت ثانية، ينتهي التوقيت. تنتهي 10 دقائق لعب بفوز النجم الراتسي 25-17. يعني هجوميا النجم الراتسي عمل مباراة كبيرة رغم أنه بدأ بصعوبة. دقائق الأولى الستارتير الأولانيين تاع ستراتوس كانوش افيكاس برشا مع بداية المباراة، لكن مع دخول مروان كشريد، عمر، مع دخول عمر عبادة، مع دخول أمين رزيك، مع الفورمة اللي وراها عمرو أبو عليك، سجل 25 نقطة لدفاع الاتحاد المنستيري، وهذا كثير بالنسبة للاتحاديين الحقيقة. 25 نقطة دفاع الاتحاد المنستيري ما لقاش حلول امام الافيكاسيتي، امام النجاح تاع نجم الراتسي. هو الاحصائيات تاكد فريق يعمل في 75% من بعيد، 18 نقطه من اصل 25 من 3 نقاط، يعني نجاعه قصوى على اللعب الخارجي للنجم الراتسي، خليه ياخذ 8 نقاط مع نهايه الفتره في المنستير بالذات في ختام البلاي اوف، اخر جوله واخر المباريات جانب من الحضور في قاعة المنستير. جماهير غفيرة تعطي في رونق لمباراة اليوم، وفية هذه الجماهير، شأنها شأن جماهير الإفريقي، ريناها في المباراة تاع الجورجاني نجم الساحلي كيف كيف، ذكروا مليح مباراة ضد الإفريقي في حمام سوسة بشبيبي بكوغلقا، راتس كيف كيف، يعني سيش حتى الملعب النابلي كيف كيف، يعني جماهيرية كبيرة. فقط الروح الرياضية مطالبة بها جماهير التونسية. ما تنسيوش الموعد المنتظر، كان حين ربي نهار السبت 3:30 على الوطنية 2، المباراة اللي ما ينجم حتى واحد مغروم بالباسكيت في تونس ولا حتى بالسبور بصفة عامة أنه ما يتفرجش فيها. النجم الساحلي النادي الإفريقي في القاعة الأولمبية بسوسة في ربع نهائي كأس تونس نهار السبت، مباراة كبيرة والرهان كبير. حسني أمامه كشريد، تمشي اللحياني زياد جعفر، عفوا ينجح زياد جعفر، ينجح من مسافة متوسطة 25-19 كرة راتسية. مروكي عباسي معها فراس الحياني على طريقته، العباسي ما يسجلش، سدد بطريقته المعهودة. لغنج زيد جعفر جرب حظه من 3، ينجح، إضافة كبيرة لزيد جعفر متنفس لمنع معون بعد البلوكاج اللي صار الهجومي للاتحاد المنستيري. فما نجاعة زياد جعفر اللي رجعت فريقه 25-22. كرة للعباسي، حوار بين العباسي ومروان لغنج. نعيم ضيف الله مازال غائب للإصابة، يدخل يوسف قدور مكان العباسي، يلعب سمول بول ستراتوس كوكوليكيديس لين دون 5 كلاسيكي دون سنتر. ستراتوس كوكوليكيديس يخير انه يلعب السمول بول، يخير انه يدور كره ويلعب اللعب الخارجي ويكون سريع في التغطيه الدفاعيه خارج المنطقه، هذا هو السمول بول. فراس الاحياني حاول يمر، قطوع كره المروكي، خطا، فما احتجاج على الخطا الاخير من لاعبي الاتحاد المنستيري ومنع معون. هو الصوره امامكم، خطا قاع اعلانه ضد فراس الحياني،
أمام نمر عمون، نتائج جيدة في المونستير منذ تقريبا أكثر شوية من عام في المونستير من عمون. الأول تمريرة عمر عبادة من رزيق، ينجح فريق ناجع وناجح في اللعب الخارجي اليوم. النجم لاراتسي لقى المسددين نتاعو، لقى الروبير نتاعو في التسديد من بعيد، مركز برشا على اللعب الداخلي. وكنا قلنا فريق من خلال التركيبه اللي موجوده انه باش يلعب سمول بول، باش يلعب قصير وباش يحاول يسدد من بعيد، وهذا اللي صار. ناجح في هذه الخطه الى حد الان ستراتوس كوكو لكيديس في تنقل صعيب للمستير. كره لعمر عبيده مع فراس الاحياني، يحاول وصل كره لرزيق، فما الخطا. 28 22، هذه هي قاعة المنستير وختام البلاي اوف في مباراة القمة. الاتحاد المنستيري النجم الراتسي، الاتحاد المنستيري يفوز، يتعدى المركز الثالث، يبقى في مركز الثالث او ينهزم باقل من سبع نقاط او سبع نقاط، يبقى في المركز الثالث. النجم الراتسي يفوز بثمانية نقاط فما فوق، فانه يفتك المركز الثالث. يلعب ضد الثاني في السوبر بلاي اوف في نصف نهائي البطوله في الاقصائيات المباشره، والاول يلعب ضد الرابع. اوديجي ماشي بالكره، هذوم لي تيرن اوفر اللي حكيت لكم عليهم اللي قاعد يخسر بيهم في امتلاكات كبيره الاتحاد المنستيري. على الاقل اللي نذكرهم انا سته تيرن اوفر بين مشي بالكره، فما ثلاثه مشي بالكره واثنين خروج كره وباساج اون فورس في 13 كيك. في المقابل نجم الراتسي منذ تقريبا 10 دقائق تحسه راكز اكثر من الاتحاد المنستيري في اللعب الهجومي. يوسف قدور ينجح، تحس النجم الراتسي حضر مليح مع على نقاط ضعف الاتحاد المنستيري. لعب على اللعب الخارجي، حرر المسددين نتاعو من خلال لي زيكرون والتقاطعات، وناجح باش ياخذ 9 نقاط الى حد الان. كرة للمروان لغناش، جرب بثلاثة ينجح، رغم انه ماهوش بوانتور، ماهوش ملاعبي معروف انه ياخذ برشا انيسياتيف في التسديد من بعيد مروان لغناش، فانه نجح في الثلاثية الأخرى من الكورنر. 31 25، عمر عبيدة يطلب الكرون من رزيق، تمشي ليوسف قدور مع فراس الحياني، بوستاب واحد ضد واحد، تخرج لمين رزيق يحاول بثلاثة نقاط ما يسجلش، موجود غنجة في المتابعة والالتقاط. لغنج كمل وحده ياخذ الخطأ، هذه قوة غنجة حكيت لكم قبيلة، تدخلات ويجيب الأخطاء ويجيب الرميات الحرة، هذه نقاط قوة مروان لغنج. قلت لكم قاعد يلعب في الروجيستر نتاعو على الصورة، ممتاز مروان لغنج، ممتاز اليوم كيف كيف في رادس. عمر عبيدة يعمل في مباراة كبيرة، اسيست هنا ليوسف قدور. تايم اوت 6 دقائق و5 ثواني، 31 25، 6 نقاط لفايت الضيوف، تيجي 6 نقاط تخلي الاتحاد المنستيري هو الثالث والنجم الراتسي رابع، تيجي 8 نقاط مثلا تخلي النجم الراتسي هو ثالث والاتحاد المنستيري رابع. هذا بالنسبة لرهانات مباراة المنستيري اليوم، وهذه جماهير الاتحاد اللي حاضرة واللي تساند في فريقها كيفية كبيرة. وهذه الثلاثية الأخرى لغنجة لمروان لغنج، كما قلنا مباراة وسط أسبوع، جماهير غفيرة بشبابيك مغلقة، تعرفوا منذ سنوات أصبحت القاعات ما تهزش على قدر طاقة استيعابها، وإنما كل قاعة تقريبا تهز مسموح لها أنها يمكن تقريبا تدخل نصف طاقتها. على ذلك أنا ساعات في حمام سوسة ولا الجمعة اللي فاتت ولا اليوم قلت لكم بشبابيك مغلقة مثلا، وتشوفوا في أماكن فارغة في الجرادان، لأنه التذاكر بالطبيعة تكون أقل من طاقة الاستيعاب. هذا منذ سنوات لأمور أمنية بالطبيعة. نصائح دفاعية لحسن سعيد لأودي جي إف، ينجح في الرمية الأولى مروان لغنش.
ينجحش في الثانية. أمين رزيق يعمل الالتقاط، يلعب الكرة الأولى مع يوسف قدور، ثم مروان كشريد. مروان كشريد حسني الإلهي، يوسف قدور حاول يتعدى، مقطوعة. حسني سعيد، واحد اثنين مع لغنج، يمشي للدرايف وينجح حسني. مباراة جيدة لحسني سعيد هذا، كيف عمر عبادة تقريبا، عمر بوعليق، عمر عبادة وحسني سعيد أفضل ملاعبين في مباراة اليوم، ثم بدرجة أقل نلقاو مروان كشريد في نجم الراتسي ومروان لغنج في الاتحاد المونستيري. هذه 1-0 ضياعها طاح في السهولة. زياد جعفر ضيع عن كونتر زيرو، 31-28 رجع من 9 نقاط إلى 6 نقاط الاتحاد. مقطوعة من حسني سعيد على يوسف قدور مع انتصاف الفترة الأخيرة أو الفترة الثانية عفوا. يدخل أحمد تريمش ويرتاح في راس الحيني، كيف كيف يدخل سماعلي ويرتاح رزيق في النجم الراتسي. 3 نقاط حسني الإلهي، مروان، ثم سماعلي الأول. تميرة ذكية، سلة هذه صحيح سجلها يوسف قدور، لكن 90% من اللي سجل السلة هو سماعلي بالفيزيون تو بالرؤية اللي عنده. تميرة كانت ذكية، الأسيست حتى 5 نقاط لنجم الراتسي. يخرج مروكي على حسني سعيد، ثم يعاود ياخذ في الهيلب يوسف قدور، ثم البحث عن البيك اند رول، مقطوعة من نجم الراتسي. الفاست بريك، يوسف قدور ينجح في الهجوم المعاكس. أول فاست بريك، أول هجوم معاكس للنجم الراتسي. 35-28 هجوميا مباراة حلوة، 63 نقطة في 15 دقيقة للفريقين. ثم التشويق، ثم الفرجة، ثم السكورينج عالي عالي النسق الهجومي خاصة للنجم الراتسي، 35 نقطة. وهذا بنك الاتحاد المونستيري، 57% من 3 نقاط، نسبة عالية، نسبة عالية اليوم في راسه في المستير الحقيقة. 57%، 67% في النقطتين، والبقية أمامكم. هذه إحصائيات الفريق المحلي الاتحاد المونستير. نجم الراتسي من 3 نقاط يدور في 73%، هي 57% جيدة، 73% ممتازة. الإحصائيات في الباسكيت راهو الإحصائيات ممكن مش كيما الفوتبول، راهو مثلا في التسديد الثلاثي تلا فريق يبدا في 43-44%، راهو يتسمى عامل مباراة سون فوت في 3 نقاط. كي يفوت ال 50-57 يصبح فريق ناجح في التسديد من 3 نقاط، تلا يفوت 70 يولي فريق اكسبسيونيل في التسديد من 3 نقاط تقريبا في تفسير الإحصائيات ال 3 نقاط. 7 نقاط، 4 دقائق و32 ثانية، وجانب من الجماهير الحاضرة كما قلنا رغم أنه مباراة نهار 4. طارق بالطيفة يطلب من حسني سعيد الكابتن أنه يحكي مع جماهير الاتحاد المونستيري ويتوجه لهم كيف كيف. وليد بوسليمة المسؤول على فرع الأكابر قاعد يخدم في خدمة كبيرة. وليد بوسليمة قدروه برشا الملاعبية كيف كيف، حتى المنافسين نعرفوه كان معروف بالجرينتا، وكانت حوارات حلوة برشا قبل الاتحاد المونستيري شباب قيروان، وحوارات سمير بودن حيوه صديقنا وليد بوسليمة قبل كيف كيف. الآن سمير بودن مدرب، وليد بوسليمة مسؤول. وليد بوسليمة يحكي مع الجماهير يقول لهم دون الخروج عن الأخلاق الحميدة التشجيع، خاصة وأنه الجامعة التونسية في القوانينها الأخيرة تصبح عنده الحق الحكم من يوقف في المباراة. تنجم كيف كيف أي فريق ياخذ ويكلو على كلام بذيء مثلا، ذاك علاش رينا في رادس في البرجاني في كل بقعة في قاعاتنا التونسية ديما الكابتن نتاع الفريق يمشي يحكي مع جماهيرهم يوعيهم يقول لهم شجعونا دون الخروج على النص. 35-28 زياد جعفر الكرة لودي جي متفطن سماعلي يلعب الكرة الأولى مع مروان كشريد، تبع فيه مروان واحد آخر. لغنج تمشي للمروكي أمام حسني سعيد، ثم سماعلي شو يعمل سماعلي
مازال 8 ثواني. عذروا شويه صوتي مبحح شويه، لك علاش يمكن ما ترونيش نصيح برشا ولا عيط برشا، لانه صوت على قد صباح اليوم. 35 28، 3 دقائق على نهايه الشوط، 7 نقاط عندها مديده في 7 نقاط النتيجه. يوسف قدور ناجع وناجح في سيرسوهات يعرفهم في المستير، قلنا لعب برشا وابن الجهه يوسف قدور، عمل في البلاي اوف مباراه جيده ضد الملعب النابلي، ما عملش مباراه كبيره ضد الافريقي، اليوم يعمل في مباراه كبيره امام فريقه السابق الاتحاد المنستيري. يحاول الاتحاد من بعيد مع حسني صعيد، ما ينجحش مع 10. ثم الفاست بريك يمشي للتخت يا اودي جي ومروان لغنج على الهجوم المعاكس الاخير، والكره كانت عند المروكي محمد امين المغربي. دقيقتين 44 ثانيه مع 10 النجم الراتسي. الاتحاد المنستيري في بلاي اوف التناقضات السنه، عمل بدايه بلاي اوف فريق ما شهدهاش منذ سنوات طويله جدا، يعني الاتحاد المنستيري منذ سنوات ما فازش على الافريقي في الجورجاني او في حلق الواد، وقت ما كان يلعب الافريقي في حلق الواد فاز في مباراه كانت منقوله في الجورجاني 71 64، ثم عمل مباراه كبيره ضد نجم الساحلي 5 نقاط، ثم فاز على الملعب النابلي، ثم فاز على شبيبة المنازة، ثم فاز على منافسه اليوم النجم الراتسي في رادس بالذات 7 نقاط، ثم فاز على الافريقي في المنستير، ثم عمل نقطتين فقط مع نجم الساحلي، يعني عمل احسن بلاي اوف ليه حسب رايي من 10 سنين الاتحاد المنستيري. لكن وين التناقض يصير؟ وقت الاتحاد المنستيري انهزم من ملعب النابلي، وهذا مش من تقليل، راهو ملعب النابلي فريق كبير وجيد ويعمل 66 كيف ويستحق انتصاره بالطبيعه، لكن نحكي بالنظر لنتيجة المنستير في البلاي اوف، ينهزم في نابل ثم ينهزم الهزيمه المفاجئه في ارينا ضد شبيبه المنازه، والان نلقاه خسر 10 نقاط مع النجم الراتسي، يعني تقريبا العشر ايام الاخرى الاتحاد المنستيري ما هوش هو نفسه نتاع بدايه البلاي اوف. في المقابل النجم الراتسي بيلون ميتيجي متوسط في البلاي اوف، عودنا ما خير النجم الراتسي، فاز على الملعب النابلي ثم انهزم من الافريقي، ثم فاز على المنازه، ثم انهزم من النجم الساحلي، ثم انهزم من الاتحاد المنستيري، ثم فاز على الملعب النابلي، ثم انهزم من الافريقي، فاز على المنازه وانهزم من النجم الساحلي. يعني بلاي اوف الاتحاد المنستيري افضل من بلاي اوف النجم الراتسي، لكن النجم الراتسي قاعد بدل شويه في طريقه اللعب، بدل شويه تقريبا في المدرسه، كان صفوان فرجاني نحييه بالمناسبه، جوستومون فرجاني كان درب حتى في المونستير، ذكروا بالقديل نصف موسم تقريبا اللي عداه مع الاتحاد المونستيري، التجا للمدرسه اليونانيه وقعد يبني مش في فريق جديد، هو صحيح يبني فريق جديد ينجح ثلاثيه للاتحاد، قلنا يبني من خلال اشرف القانوني، من خلال الاستغناء على ليزيترونجي، من خلال اقحام محمد خليل المجري، من خلال اعطاء وقت لعب اكثر لعمر بوعليك، قاعد يبني في فريق واحد اخر نجم الراتسي، قاعد يعني في باسكيت بي، حتى المباريات اللي خسرها ضد نجم الساحلي منذ ايام عمل لقاء كبير كما اللي يعمل فيه اليوم يوسف قدور، كنا في الباركي نتاعو القديم من فريقه السابق. 32 الاتحاد المنستيري 40 النجم الراتسي. نرجعوا للمباراه، حلينا قوس باش يمكن اللي مش تبع برشا في البلاي اوف ولا او كنعطيوه تقريبا كامل الرهانات وكامل الاستنتاجات نتاع بلاي اوف 2016 ونلعبوا جولته الاخيره. ياخذ الخطا في يلعب على طريقته على نقاط قوته كما قلنا قبيله، غنجه على الصوره، ياخذ كره يمشي لان كونتران، يجيب الفوت، يركب الاخطاء، ياخذ الرميات الحره، يسجلهم ملاعبي هذاك الروجيستر نتاعو وناجح فيه. ثلاث اخطاء لاحمد سماعلي وهو الملاعب الوحيد في الفريقين اللي عنده ترافات، اللي عنده ثلاث اخطاء. سماعلي يمكن يرتحوا في الثواني الاخيره ولا ستراتوس، نعرفش باش يخليه 50 ثانيه وياخذ المخاطره ياخذ الريسك بتاع الرابعه، ولا باش يرتحوا كوكو ليكيديس اللي موجود على المدارج. كوكو ليكيديس
يمكن على هذاك توقفت مباراة قبيلة على حكاية تأهيل ستراتوس ولا يبقى المدرب المساعد هو الآن المشرف. ستراتوس من فوق المدارج تعطينا تصويرة سمير العجيمي قبيلة قبيلة من بعد شوية يعطينا يعطي في توجيهاته من المدارج اليمين ورا بنك النجم الراتسي ستراتوس كوكو لكيديس. ستة نقاط بل 50 ثانية من نهاية شوط اللقاء الأول. خطأ ضد محمد قدور هاوكا التصويرة نتاع ستراتوس كوكو لكيديس قاعد على المدارج اللي خلف البنك كما موجود قانونيا تسمى في المدارج المدرب ستراتوس كوكو لكيديس. كون حكاية تأهيل ستة نقاط 35 ثانية ومر عبادة وصل كرة يوسف قدور يسدد وما يسجلش. المتابعة من أحمد تريمش كرة الأولى مع مروان لغنج صاحب رقم 12 يعمل زالوا 24 ثانية كرة لأحمد تريمش فما التدخل فما المطالبة بخطأ من الاتحاد المونستيري والحكام اعتبر أنه يوسف قدور كان فيكس سكريفيكس فازيدي يعني ما فماش خطا لا فما دخول بقوه ولا فما خطا ضد المدافع هذا اللي اعتبر الحكم لمنا ثلاث نقاط لوحده من احلى مباريات اللي عداها الملاعب هذا يوسف قدور من اقوى المباريات اللي عملها يوسف قدور في موسم السنة كان ضد فريقه الاتحاد المونستيري 43 34 مباراه حلوه فرجويه فنيه مشوقه فيها برشا باسكيت وفيها برشا سكورينج فيها برشا تسديد من ثلاث نقاط. يلا راحة فيما بين الشوطين نتاع 10 دقائق ونرجع للمسير لكلاسيكو الاتحاد المونستيري نجم الراتسي. مرحبا بكم من جديد بعد لحظات او دقائق تنطلق الفتره الثالثه من حوار الاتحاد المونستيري نجم الراتسي. نذكركم نلعبوا الجوله العاشره والاخيره من البلاي اوف. الاتحاد المونستيري في المركز الثالث 13 نقطه 14 نقطه وراه النجم الراتسي ب 13 نقطه والرهان واضح. النجم الراتسي يحب يفوز بثمانيه نقاط او اكثر باش ياخذ المركز الثالث. الاتحاد المونستيري ينتصر باي فرق انه يضمن المركز الثالث بيعه واللي باش يخسر باش يكمل رابع في نفس ترتيب البلاي اوف. نذكروا قبل بتبيعه خوض الجوله الاخيره 17 نقطه النجم الساحلي لول والنادي الافريقي في المركز الثاني ب 16 نقطه. هو بيدو حوار غير مباشر بين النجم الساحلي والنادي الافريقي. النجم الساحلي يفوز امام الملعب النابلي كمل الاول. النجم الساحلي ينهزم امام ملعب النابلي والنادي الافريقي يفوز امام شبيبه المنازل كمل النادي الافريقي الاول. يعني فهمتوا الرهان في الجوله الاخيره هو الترتيب والترتيب مهم باش نحدوا التابلو نتاع النصف النهائي البطوله اللي تلعب ذهاب واياب ومباراه فاصله جانب من حضور الجماهيري عائلات وسيدات وفتيات وولدات صغار وجمهور كله حاضر لهنا في قاعه المونستيري كالعاده. عودتنا جماهير الاتحاد المونستيري بالحضور المكثف في قاعتها رغم انه انتاج تاع الاتحاد المونستيري الاخرانيين ما كانتش مشجعه برشا. هزيمه ضد الملعب النابلي هزيمه ضد شبيبه المنازل فانه اليوم موجود رغم انه المباراه وسط اسبوع جمهور الاتحاد المونستيري. نذكروا الشوط الاول وفات 43 النجم الراتسي 34 الاتحاد المونستيري. نجم الراتسي عمل شوط اول متميز سجل 43 نقطة الاتحاد المونستيري قبل 34 نجح من كل المواقع يدور في 75% في التسديد من بعيد عمل شوط من طراز رفيع. هذا بالنسبة لنجم الراتسي. الاتحاد المونستيري عمل بداية مباراة جيدة مع التسديدات حسني صعيد فريق يدور في 57% نجاح من ثلاث نقاط لكن لقى شوية صعوبات اللي هو لقيها الحقيقة الصعوبات هذه الاتحاد المونستيري منذ إصابة جوليوس كولز. فريق تبدل كومبليتمون صحيح يعني في باسكيت جيد صحيح فما فون جو مع منع معون لكن فما الاضافه نتاع جوليوس كولز في طريقه صنع اللعب في نقاطه الحساسه في هدوءه في نقاطه لعب يدور في 15 20 نقطه كل مباراه. هذاك اللي قاعد يفتقد فيه الاتحاد المونستيري من العوامل اللي يفتقد فيهم الاتحاد المونستيري. سيف العساوي مصاب كيف انطلاق الفتره الثالثه
43-34. أمين رزيق معها أودي جي إيفي، ثم مروان كشريد بالثلاثة يحاول ما سجلش. غنجة يعمل الالتقاد. نعيم ذي فلة اللي يرجع، كان أصيب في الفترة الأولى نعيم ذي فلة، تلقى الإسعافات في الفترة الثانية، زاد ارتاح في فترة ما بين الشوطين، لقى روحه استرتير مع بداية الفترة الثالثة. عبيدة من بعيد ينجح، من أحسن اللقاءات اللي قام بها عمر عبيدة السنة، ملاعبي رائع الحقيقة عمر عبيدة، 11 نقطة مقارنة بسنه، ملاعبي شاب، فإنه قاعد يقدم في الكارير نتاعه وقاعد يحسن في نقاط ضعفه. انا حكيت عليهم مع مناول عمر عبيدة، قلت لكم كان باش يولي منار والعدير كبير، هذه سله الاتحاد المنستيري اسمه يخدم لتير اكستيريور نتاعه، وهنا اللي قاعد يصير السنه مثلا في مباراه اليوم، على الاقل سجل اثنين ثلاثه من ثلاث نقاط عمر عبيدة. خطا ضد مروان لغنج اللي فات امين رزيق على الصوره. عشر نقاط أسبقية تيجي هذه تخلي النجم الراتسي هو اللي ياخذ قلنا المركز الثالث، لأنه اللقاء ذهاب وفيه 83 للاتحاد المنستيري، يعني الاتحاد المنستيري عنده أسبقية الانتصار وعنده أسبقية السبع نقاط. هذوما الجوكير اللي عنده مقارنة بالنجم الراتسي مع بداية المباراة. نجم الاتحاد المنستيري يلعب في قاعته، رابح مباراة الذهاب وعنده سبع نقاط أسبقية. في المقابل نجم الراتسي كان يحب يفك البلاصة الثالثة ناجحة من مروان كشريد، يزمو ينتصر في المنستير وفارق اعلى من 8 نقاط، 49-36، 13 نقطة أسبقية كاملة للنجم الراتسي، يعمل في مباراة كبيرة. ودي جي ينجح إيفي، لعب في نابل هذا اللاعب، ماهوش طويل برشا لكنه حركي في الروجيستر، في طريقة لعب أحمد تريمش وفراس لحياني. في المستير ما فماش سنتر كلاسيكي خمسة طويل 2 متر وسبعة وثمانية ما فماش، الكلهم سيدي بوست 3-4، كلهم مراكز 3-4 في الاتحاد المنستيري. إيفي حتى إيفي في طوله وطريقة لعبه كما في راس لحين وكما أحمد تريمش، فريق يحب يكون سريع، يحب يكون حركي، يحب يسد من بعيد، هذا هو الاتحاد المنستيري دون سنتر كلاسيكي. في المقابل نجم الراتسي يعمل اللي يلزمه يعملوا في التنقل امام الاتحاد المنستيري، يخفي وقته في ال 24 ثانيه، يرجع فيسع للدفاع، يخرج على المصوبين نتاع الاتحاد كما حسني سعيد، واخذ 14 نقطه الان، مفتوحه على كل الاحتمالات هذه المباراه، حلوه فرجه قويه. 14 نقطه للنجم الراسي في المنستير امام الاتحاد المنستيري في ختام البلاي اوف. فراس لحياني معها يوسف غدور يحاول يتعدى فراس لحياني، ياخذ الفاول، ياخذ الخطا فراس لحياني، شال الواحد ضد واحد مع يوسف قدور. يدخل محمد العباسي مكان يوسف قدور، وهذا فراس لحياني او الكريزي دانكر. فماش مباراة ما يخرجناش على الاقل دانك ولا اثنين من طراز عالي، كان حتى فاز بقمصان المنتخب التونسي بقميص المنتخب التونسي في 3-3 في تجربة منذ سنتين بلقب أفضل في مسابقة عالمية، بالطبيعة بلقب أجمل دانك. 52-40 عمر عبيدة، أمين رزيق مع نعيم ديفالا تمشي الكورنر، مروكي وصل كورة للمرزيق ثم ما سجلش، نعيم ديفالا يعمل التقاط خرج كورة ويربح الخطا. مروان لغنش ياخذ الخطا. 52-40 سلم على منى معون عمر عبيده، اخلاق كبيره لعمر الحقيقه، لايد قاري متربي سيريو خدام. لغنش يمشي للدرايف ثم المتابعة ما سجلش، مروان لغنج ياخذ روبون، نجم الراتسي ويربح الامتلاك. عمر عبيدة سبعة دقائق على نهاية الفترة الثالثة، كرة للنجم الراتسي يعمل الكرون يحاول يحرر عمر عبيدة وينجح،
قلت لكم تخلقت نقاط قوة جديدة هذا الموسم لعمر عبيدة هو التسديد من بعيد اللي كان ناقصه، خدمه مليح، أصبح مسدد ثلاثيات لا يشق له الغبار الحقيقة في مباراة اليوم. على الأقل ملاعب يدور في 60% 70% وينجح الاتحاد المنستيري في تقليص الفارق 55-42. نجح برشا في اللعب الخارجي اليوم النجم الراتسي، ما عملش برشا على العباسي داخل المنطقة، وسمعلي أو رزيق لعب برشا الأوتسايد جيم اللعب الخارجي، خطأ ضد المروكي. في المقابل الاتحاد المنستيري بعد نجاحات حسني سعيد في بداية المباراة ما لقاش نجاحه وإحصائيته في التسديد من بعيد، ولا إلى تاكلو باني الاتحاد المنستيري، ولا يمشي البروفوكاسيون داخل الصالة، يجيب في الأخطاء ويجيب في الرميات الحرة. يقول لك نقعد في المباراة بالطريقة هذه حتى ترجع النجاح الخارجية. 13 نقطة 6 دقائق و12 ثانية على نهاية الفترة الثالثة في راس الحياني. الرمية الأولى ناجحة لفيراس، منذ سنوات في الاتحاد المنستيري، ابن مدرسة عريقة الرلوي اللي خرجت فيراس الحياني، خرجت حمدي براع. ينجح في الثانية فيراس الحياني. عمر عبيدة كبلاي ميكر، 11 نقطة للنجم الراتي، معهم بوسيسيون امتلاك للاتس. عمر بوعلاق أمين رزيق، عمر بوعلاق تمشي العباسي، كرة مليح وبسرعة للنجم الراتسي، يحاول من بعيد مروكي، متابعة والربو من نعيم ذي فلة. فراس الحياني، مروان لغنج، كاش حلول في صون اللعب. قلنا الاتحاد المنستيري بعد غياب جوليوس كولز أصبح لمروان لغنج وسلة ناجحة، أصبح لمروان لغنج دور كبير في صون اللعب في بوست ما عندوش فيه برشا دوبلور الاتحاد المنستيري. سيف العيساوي مصاب، جوليوس كولز مصاب لاخر الموسم، مروان لغنج يلعب في قريب 40 دقيقه كل مباراه. قلنا نعرفوا لي اصلا هو مروان لغنج ستانارير مش مونور، يعني يحب يكون في البوست دو اكثر. صحيح هو يلعب بوست 1-2 لكن ما فماش برشا حلول للاتحاد في غياب قلنا العيساوي وجوليوس كولز. 47-55 حلول هذه موجودة في راتس مع عمر عبادة مع مروان تشريد، يرتفعوا على بعضهم. عمر بوعلاق كيف كيف مقطوعة من دفاع الاتحاد، تقطع كرة نعيم دي فلة تمشي لغنج، مروان لغنج، تفاعل كبير لجماهير الاتحاد المنستيري والخطأ، خطأ لحسني سعيد. ثلاثة رميات حرة لحسني سعيد، قلنا تفاعل جماهيري مع الرجوع النسبي في النتيجة بالنسبة للاتحاد المنستيري. بعد ما كانت النتيجة 13 نقطة وصلت 15-55-40 الآن 55-47، مباراة نشكر فيها الفريقين على الروح اللي وراوها، القوة الشخصية. الاتحاد المنستيري بيرجع في المباراة على قوة شخصية النجم الراسي اللي يوصل ياخذ 15 نقطة في المنستير أمام الاتحاد. هذا ما خرج لنا مباراة فرجوية نظيفة مع الأجواء العامة هوني في القاعة، مباراة حلوة ناجحة. 55-49 ست نقاط، يعمل الكامباك الاتحاد المنستيري، يرجع في المباراة. عبيدة، عباسي، عمر بوعلاق تمشي للمروكي، ثم بوعلاق، مقطوعة من مروان لغنج. عمل في مباراة كبيرة مروان لغنج، خطأ ضد عمر بوعلاق، الخطأ الثالث يبدو لعمر بوعلاق. ثلاث أخطاء لعمر بوعلاق، ثلاث أخطاء لسماعلي، ثلاث أخطاء لأمين رزيق. في المقابل ما فماش ملاعب عنده ثلاثة أخطاء في المنستير، كلها في الخطأ ولا اثنين في رادس، ثلاثة ملاعبية بثلاثة أخطاء، سماعلي بوعلاق ورزيق. تايم أوت طلبوا ستراتوس كوكوليكيديس مع الكامباك اللي عمله الاتحاد المنستيري مع رجوعه في النتيجة.
احصائيات الثلاثيات، احصائيات النقطتين. الالتقاطات الدفاعيه والهجوميه، فما شبه سيطره في اللعب الداخلي للمنستير وشبه سيطره في التسديد من بعيد للنجم الراتسي. خمسة وخمسين تسعة واربعين. هذم أفضل ملتقيتي المباراة، ينجح في الرمية الأولى، الرمية الثانية الآن، ومعهم امتلاك للاتحاد المنستيري يخفق في الثانية، يخفق في الثانية مروان لغمش. 55-50، مباراة تتعاود من جديد وتلعب من جديد. أربع دقائق و44 ثانية. حسني سعيد ينجح يرجع الاتحاد المنستيري، يعمل الكامباك من 15 نقطة لنقطتين. ذكرني بالكامباك اللي عمله نجم الراتسي في سوسة الجمعة اللي فاتت أو الموسم أو الجولة اللي فاتت، كان كيف خسر 15 ورجع من النجم الساحلي. وهذم لقاءات البيك فور، وهذم اللقاءات بين فرقنا التونسية في موسم السنة، ما تخضعش للأحكام المسبقة، ما تخضعش للتكهنات، كل شيء ممكن في لقاءات الإفريقي ونجم الساحلي والاتحاد المنستيري ونجم الراتسي على الأقل في المباراة اللي ريناو في بلاي أوف السنة. فماش تقريبا فريق خذا فارق كبير استحفظ عليه كامل اللقاء. ذكروا حتى مباراة النجم الراتسي في البرجيني أمام الإفريقي، وقال الإفريقي خذا وصل عرش 23 24 نقطة كاملة، ورجع النجم الراتسي الآن 15 نقطة، ورجع الاتحاد المنستيري أمام النجم الراتسي. تشويق كبير في بطولة السنة. 56 53 أربع دقائق على نهاية الفترة الثالثة. ستة وخمسين ثلاثة وخمسين أربع دقائق على نهاية ثالث فترات هذه المباراة. رهانها المركز الثالث بعد جولة اليوم. نعرفوا برنامج نصف نهائي البطولة، شكون ضد شكون. نعيم ذيف الله يجيب الخطأ يربح الفاول. نعيم ذيف الله لاعب سابق للنادي الإفريقي، هو كامل مسيرته في تونس، في تونس ملعب كان في الإفريقي، أول مرة يتقمص فريق غير النادي الإفريقي كان السنة في المونستير، لكن احترف خارج الحدود نعيم، ولعب في مصر نادي الجيش كان ما خانتنيش الذاكرة. 56-54 نعيم ذيف الله ينجح في الرمية الثانية. نقطة. 56-55 عمر عبيدة، عباسي مروكي بدور عبيدة بامو لحياني، سبعة ثواني في توقيت الهجوم، مقطوعة والخطأ، الخطأ ضد يوسف قدور أمامنا منظر قلالة، وهذا حاتم لانجر والخطأ المعلن ضد يوسف قدور، ثالث أخطاء يوسف قدور أو رابع، خطأ الرابع ليوسف قدور، أربع أخطاء شخصية ليوسف قدور حسب السبورة تاع قاعة المونستير. يرتاح يوسف قدور، يخلي مكانه ليمين رزيق. 56-55 حماسية المباراة، تعديل النتيجة 56-56. أجواء حلوة في القاعة مع الكامباك اللي عمله الاتحاد المنستيري، رجوعه في النتيجة خلى الأجواء تكون منعشة في القاعة. مباراة حلوة
مباراة حلوة بين نجم راتس يعمل في اللقاء ممتاز الحقيقة، وبين الاتحاد المنستيري رغم بعض الصعوبات والغيابات يعمل الرجوع ب 15 نقطة على نجم راتس. 57-56 عمر عبيد قبل ثلاث ثواني قبل ثانيتين اش يعمل عمر قبل ثانية مع البزور يسدد اسماعيلي وتخرج الكرة تخرج. شوفوا إشارة صابر الرزقي لشكون البوسيسيون لشكون الامتلاك، أعلن على خطأ ضد حسني سعيد صابر الرزقي. لأن مروان كشريد تارك بالطايفة هذا أودي جي إفي. ترجع كرة بخطأ للنجم الراتسي، قلنا خطأ كان معلن ضد حسني سعيد من صابر الرزقي. نعاود نذكروا اللي خلى القائمة الدولية باركولو إن شاء الله نتمنى له مسيرة تحكيمية موفقة. عمر عبيدة حول وسط كرة العباسي ثم تمشي نعيم ضيف الله يقص الهجوم تاع النجم الراتسي. حاولت عكس الهجوم الاتحاد المنستيري كراس الحياني حسني سعيد الان لغنج مروان لغنج يطلب كرة إيفي استحفظ عليها لغنج يوصلها لأودي جي والفاول خطأ خطأ في الدفاع لصالح مروان لغنج كان بحث من أول البوسيسيون على التمرير الإيفي استحفظ على كورته تقريبا 20 ثانية قعد يفركس في الثغرة للتمرير لأودي جي في اتحاد مونستيري رجع بفضل اللعب الداخلي والتوغلات والرميات الحرة ما رجعش بالرميات من بعيد عكس النجم الراتسي اللي مسجل 56 نقطة بالتسديد من بعيد. يعني كل واحد قاعد مواصل على زاتو اللي نجح بهم في مباراة اليوم ماشي معاه التسديد من بعيد النجم الراتسي والاتحاد المونستيري اللعب الداخلي والسيطرة على مستوى الإحصائيات في الالتقاطات. خالد مرعمعون يعطي تعليمات وأنه كل تقريبا هجوم يوفى داخل مع فراس الحيني أو اي دي جي ولا ثلاثية. هو التدعيم للكلام اللي قلته يلخصوا اللي قلته لكل الامتلاكين الاخرانيين. الكرة اللي وصلت الإيفي في الاتحاد المونستيري في البوسيسيون الاخرانية للاتحاد ولا ثلاثية اللي حتى لعب ارتكاز وقت ديكروشي يسجل في راتس اليوم بثلاث نقاط واحصائيات كبيره في ثلاث نقاط اليوم للنجم الراتسي. واو دانك ايفي او دي جي هذه لوبوزيسيون دو ستيل في هذه الفتره الثالثه بين رادس ناجحه في اللعب من برا واتحاد المونستيري ناجح في اللعب الداخل مع او دي جي وفراس الحياني. ريتو الدانك كان حلو من او دي جي ايفي نقطه للاتحاد. مروان كشريد ستة ثواني وصل كرة للعباسي تخرج للمروكي جرب حظه من ثلاثة ما يسجلش المرة هذه النجم الراتسي. حاول يسرع مروان لغنش في تصعيد الكرة لكن الدفاع كان سريع الرجوع الدفاعي كان سريع للنجم الراتسي. نعيم ضيف الله وصل الكورنر الكرة لحسني سعيد يفكسي وينجح. مباراة عموما جيدة لحسني سعيد اليوم 20 نقطة خليني نفوت الجيدة نقول متميزة لحسني سعيد وصل ثلاثة نقاط فريق يلعب الداخل وفريق يلعب البرة والزوز 62-62 والزوز فوق ال 70% نجاح. مباراة تكتيكيا وفنيا اللي تبعوا برشا باسكيت ويفهموا برشا باسكيت ثرية. حسني سعيد من ثلاثة نقاط يجرب ما يسجلش ثم الروبون يعملوا أمين رزيق دقيقة على نهاية الفترة الثالثة. حلوة المباراة معبية باسكيت فيها برشا باسكيت. مروكي أمين رزيق عمر العبيدة وصل كرة للعباسي من المرات القليلة اللي لعب داخل في هذا الشوط الثاني نجم الراتسي وصل كرة للعباسي وجاب الفاول. هذا اللاعب المنتدب من شبيبة القيروان محمد العباسي يدخل حسني الإلهي ويخرج عمر عبيدة في النجم الراتسي في الاتحاد يرتاح نعيم ديفالا ويدخل زياد جعفر. نعيم ديفالا تبدو الإصابة تحيرت له لأنه دوبا خرج
جاهل الطبيب بتاع الاتحاد المنستيري وقاعد يتفقد له في الاصابه. اصابات تلاحق الاتحاد. الاتحاد المنستيري يشارك في البطوله العربيه، نسق البطوله كيف كيف، نسق مرتفع تقريبا برش مرات. فرق لتوسية تلعب 4 سبت، هذاك اللي فسر يمكن بعض الاصابات. سيف العيساوي، جوليوس كولز، لين نعيم بفلا، غنجة توصل الكرة داخل مع اوديجي، حاول يمشي الواحد ضد واحد مع اوديجي، ينجح في الظفر بالالتقاط الهجومي، يعمل الروبو اوفونسيف ويسجل النقطتين ويجيب الخطأ. ثمين اوديجي لمنع معون في الدقائق الأخيرة، رغم أنه كان عليه مروكي وسماعلي. شوف يعاود ياخذ الروبون، يعاود يسجل وياخذ الخطأ. 64-64 تنتظرنا فترة رابعة من طراز كبير. 64-64 22 ثانية و4 جزائر بالمية. ينجح إيفي أوديجي. كان عندنا إحصائيات إيفي كيف كيف نعمل عليهم طلع، لأنه ثمين في المباراة نتاع اليوم. إيفي أوديجي أمين رزيق، حسني الإلهي، مروكي تمشي لأمين رزيق، يعمل ليكرون رزيق، يحاول يحرر مروان كشريب، يصير السويتش في الدفاع ويخرج جعفر على مروان كشريب، ورغم هذاك يحاول يسدد مروان كشريب، يعاود ياخذ ربو ويعاود يسدد، وتنتهي الفترة الثالثة. 65 الاتحاد المنستيري، 64 النجم الراتسي. ذكروكم في الفترة الأولى 25 نجم الراتسي، 17 الاتحاد المنستيري مع 8 للنجم الراتسي. الفترة الثانية 43-34 هذا ستراتوس كوكو ليكيديس، اليوم من المدارج تبع في المباراة، يعوضوا صوريا، يعوضوا المدرب المساعد، لكنه هو ايفيكتيفمون اللي من فوق قاعد يعطي في توجيهاته للمدرب المساعد اللي هو قاعد يطبق فيها. قلنا الفترة الثانية 43-34 مع 9 يعني فاز الفترة الأولى النجم الراتسي، مع 8 ثم فاز نقطة في الفترة الثانية، ثم الآن الاتحاد المنستيري يكمل الفترة منتصر 65-64 نقطة فارق، يعني فاز 10 نقاط في الفترة الثالثة الاتحاد المنستيري. وذم احصائيات الاتحاد 50% محترم جدا في الثلاث نقاط، ثم 70% من النقطتين هذم اكثرهم من توغلات فراس الحياني ولغنج ومن اللعب الداخلي مع اودي جي. هذم 70% اللي يدور فيهم الاتحاد المنستيري، وهما 70% اللي يعمل خلاه يعمل كامباك، خلاه يعمل الرجوع من 15 نقطة كان خذاها النجم الراتسي بداية الفترة الثالثة. نعملوا طلع على احصائيات نجم الراتسي في الاثناء، يتلقى مازال في الاسعافات نعيم ذي فلا وقاعد يرتاح، هو مصاب ولعب بالفتره الثالثه مصاب. اصابات حيره منع معون، ضربوا لك ثلاثه ستارتير، سيف العيساوي ونعيم ذي فلا وجوليوس كولز. 61% ممتاز بثلاث نقاط نجم الراتسي، يظهر لي بعد 30 دقيقه افضل احصائيه لنجم الراتسي في الموسم بثلاث نقاط حسب رأي. ثم لهنا نلقاو في 50% من النقطتين اللي وقت الاتحاد المنستيري عام 70%. هذيك لوبوزيسيون دو ستيل في الفتره الثالثه اللي حكيت لكم عليها، بين واحد احصائياته عاليه برشا في ثلاث نقاط ومسجل 64 نقطه، وبين فريق يعمل في ستاتيستيك من طراز كبير 70% من اللعب الداخلي يلقى روحه مسجل 65 ونتيجه متعادله تقريبا، لكن كل واحد يلعب على ديزاتو معينين، وكما قلنا التناقض هذا في طريقه اللعب الهجومي من هنا ومن هنا هي اللي خلت المباراه هذه ثريه، خلتنا نتفرجوا نستمتعوا بالباسكيت اللي تلعب من المواقع الكل. فتره الماني تايم، فتره الحسم، الفتره الرابعه والاخيره. تسديد رزيق ثمين اودي جي اليوم دفاعا وهجوما، كما قلنا راهو حتى في البروفيل نتاعو كما في راس الحيني وتريم، مش ماهوش مركز خمسه كلاسيكي، قصير شويه مش طويل لكن حركي. غنجة مع الاسماعيلي ما يسجلش، المتابعة من أمين، ثم إيفي أوديجي يعمل الالتقاط الهجومي، خلي فريقه يربح بوسيسيون جديدة. 65-64 يعمل ليكرون في راس الحيان، يطلب كرة لداخل ما ياخذهاش، كرة لغنجة، المتابعة من أمين رزيق، ثم الخطأ معها لاكوردي، واضحة إشارة طارق بالطيفة لطاولة النقاطيين.
صبعه عمل الاشاره نتاع لاكوردي يعني وقع احتساب السله وزاد خذا معها الفاول. الاتحاد المونستيري اربع اخطاء شخصيه لامين رزيق يغادر ويعوض العباسي امامنا ودي جي اف اي ملاعب حتى الرحال بنبل في تجربه اولى في البطوله التونسيه الان يلقى روحه في المونستير. رميه لإيفي اودي جي ينجح 68 64 9 دقائق 16 ثانيه. عمر عبيده بالمباراه حلوه اليوم عمر سماعلي. عمر عبيده يحاول يوصل كره للعباسي داخل المنطقه او بالفعل للعباسي لكن فما الستيل فما قطع الكره انترسبسيون. عبيده سماعلي يخرج عليه في راس الاحياني كره مسيره راتسيه مروان كشريد. عمر عبيده وصل كره للعباسي حلوه العمليه فما مشي بالكره معلن من حاتم لانجا. كان بيك اندرول كلاسيكي ناجح فيه النجم الراتسي خاصة رينا في مباراة سوسة أمام النجم الساحلي يلعب برشا على البيك اندرول مروان كشريد أو عمر عبيدة مع محمد العباسي وفي كل مرة ينجح في البيك خاصة كي باكسيال فإنه عباسي يسجل ويجيب في لاكوردي بلوس فوت. مرة هذه وقع لين مشي بالكرة لكن العملية هذه تكررت في أكثر من مرة مع ستراتوس كوكو لكيديس وهي من أباجديات كرة السلة البيك اندرول. إيفي زياد جعفر عمل ليكرون إيفي يحرر زياد جعفر لينجح يستغل السويتش الدفاعي البطيء يعني التبديله في الدفاع كانت بطيئه في الخروج بعد ليكرون طلع زياد جعفر في الثانيه هذيك وسجل 71 64 سبع نقاط امام تفاعل جماهير في قاعه حلوه في قاعه جميله وغفيره هي جماهير الاتحاد اليوم قلنا في مباراة شبابة مباراة من أحسن مارينا ضيفة حلوة فيها برشا باسكيت قلنا سبع نقاط فاول ضد فراس الحياني فراس الحياني ثلاثة أخطاء يستعد للدخول أحمد تريمش يمكن مكان فراس الحياني ترك بالطيف يحكي مع حسني سعيد. أربع أخطاء لفراس الحياني أربع أخطاء لفراس الحياني. عباسي ينجح في الرمية منعمون وستراتوس عندهم مشكلة أمين رزيق وفراس الحياني لاعبية مؤثرين جدا في كل فريق في البوست نتاعهم ينجموا يلعبوا في مراكز ثلاثة أربعة حتى خمسة ويلقاو روحهم بأربع أخطاء هذا صعب على منعم وعلى ستراتوس. غنجة زياد جعفر يحاول يسدد ما سجلش يعمل روبون احمد سماعلي لعب الكره الاولى كالعاده مع عمر عبيده تمشي كره ليمين المغربي خمس نقاط سبعه دقائق و45 ثانيه على نهايه المباراه 71 66 عمر عبيده تمشي للسماعلي ثم مروكي يحاول من ثلاثه ما سجلش فما المتابعه من العباس استغل دهشه دفاعيه استغل غياب البلوك اوت في الدفاع على كره الاتحاد المونستيري على منطقته في الالتقاط الدفاعي خذا كره وسجل بها سله ثمينه 71 68 في راس الحياني. غنجه مع سماعلي تعدى غنجه ثم كلاك دانك يعمل في لقاء الموسم بالنسبه ليه الشخص إيفي أودي جي ثمين وقت خذا وقت اللعب هاي الكلاكيت دانك يمشي الروبو اوفونسيف ياخذ الكره ويعاود يعمل عمليه دانك في مباراه حلوه شبابه هنا فيها برشا باسكيت 73 68 56 53 المحاوله حلوه سيركوس بوينتس هذوما في الان بي اي يقولوهم يعملوا عليهم حتى دي توبتين هذوما على كامل الموسم لانهم فيهم نوع من الطرافه الملاعب اللي مع الفوت ويبدا طايح ويلوح كره وتتسجل له جوست بعد لونسي فرو سمير العجيمي المخرج اللقاء يعاود يعطيكم الريبلاي تاع السيركس بوينتس كما يقولوا البرا اربع خطا لي دو جي
أربع أخطاء لفراس الحيني، مشاكل بالجملة داخل المنطقة لمنى معون. ستة دقائق وخمسين ثانية تايم أوت. هاي العملية اللي قلت لكم عليها، هما الخطأ وملاعب طايح وسددها ما شوفوهاش برشا. هذه الحقيقة في الـ NBA برشا يعملوا، معناها مع كل خطأ الملاعب يسيب الكرة ويحاول يسجلها. فما اللي يصدفوا فما اللي لا، لكن ديما يحاولوا يقول لك مع الخطأ علاش ليه ناخذ الكور دي، ويترنوا عليها ويسدوهم. هو طايح، هو يضربوا على يده، هو يمكن مش في وضعية مريحة ومع الخطأ، ويكمل الأكسيون نتاعو ويجيب الكور دي بلس فوت. وهذا اللي عمله عمر عبيدة، كل ملاعب آخر مع الخطأ يقف وسايب كرة وياخذ الخطأ نتاعو. واضح لكن حلوة، شخصية كبيرة لعمر عبيدة. 71-73، نقطتين لأصحاب القاعة والجماهير فريق الاتحاد المونستير. 73-71 يعني النقطتين هذم، حتى كان مثلا إذا النجم الراسي فاز فرق نقطتين، فإنه الاتحاد المونستيري يبقى هو في المركز الثالث، لأنه الاتحاد المونستيري كي فاز على النجم الراسي فرنسا فاز عليه سبع نقاط. يعني النجم الراسي إذا يحب ياخذ البلاصة الثالثة تاع الاتحاد المونستيري لازمو نذكركم يفوز ثمانية نقاط مش نقطتين. يعني بعبارة أوضح، نتيجة 73-71 عفوا أنا قلت مقلوبة، هي للاتحاد المونستيري راهو النقطتين مش للنجم الراتسي. شو فاصلكم؟ يعني النجم الراتسي الآن عبارة مش خاسر نقطتين، وإنما خاسر فارق 10 نقاط. تتبعوا شوية معنا لي زونجو نتاع المباراة هذه وتفهموا شوية معنا الرهانات هذه المباراة. طبيعي يلزمكم تفهموا معنا الرهانات، لأنه حتى في صورة الهزيمة مثلا الاتحاد المونستيري ينجح مباراة كبيرة لزياد جعفر، فانه تنجموا تشوفوا مثلا الاتحاد المونستيري فرحان وهو خاسر مثلا ثلاث نقاط، تقولوا علاش؟ هذاك علاش لازمني كل مره نفسر لكم الرهان تاع مباراه اليوم. زياد جعفر يعمل في مباراه قويه، يعمل في مباراه كيف كيف قويه. عمر عبيده يسدد ما ينجح، شوط بسماح من مدربه عمر عبيده. مروان لغنج خمس نقاط للاتحاد المونستيري، ست دقائق على نهايه المباراه. غنجه زياد يمشي جعفر للدرايف، يعمل في مباراة كبيرة من أحسن لقاءات البلاي أوف اللي عملها زياد جعفر. عمر عبيدة ثم التمرير من الكورنر، مروان كشريد ما يسجلش، المتابعة والخطأ ضد أودي أو أودي جي، قلت أودي جي إيفي، قاعد تبع في رصيد الأخطاء نتاع أودي جي الخامسة، تبدو يبدو الخطأ الخامس لإيفي أودي جي. هذا البانيه الأخراني لزياد جعفر بيد واحدة، يضرب على المربع. واللي يستعد للدخول هو محمد قدور من شباب الاتحاد المونستيري. يخرج ايفي اودي جي للخطأ الخامس، ثلاثة أخطاء لايفي اودي جي، أربع أخطاء لفراس الحياني. يقوم للحركات الإحمائية أنور الزين البيري اللي هو لاعب ارتكاز، يرجع أمين درزيق اللي يلعب بأربع أخطاء كيف كيف. سبع نقاط نهاية توقيت الهجوم حسب الإشارة. 78-71، سبع نقاط للاتحاد المونستيري، خمسة دقائق و39 ثانية على نهاية المباراة. مباريات الاتحاد المونستيري والنجم الراتسي ديما حلوة، عاملين نذكروا تلقاو في نصف نهائي البطولة علي روتور، مباراة السيري وفات 2-1، مباراة ثالثة فاصلة. لغنج تمشي لحسني سعيد مع عمر عبيده، سعيد وصل كرة لتريمش، يسدد تريمش ما سجلش، المتابعة من قدور، يوصل كرة، يحاول يوصل كرة لتريمش لكن مقطوعة من عمر عبيده، والخطأ ضد حسني سعيد واللي فات عمر عبيده. بل خمس دقائق من نهاية اللقاء. خطأين في رصيد حسني سعيد، سبع نقاط. يعني الاتحاد المونستيري اذا دخلوا سبع نقاط اللي خذاها في المباراة الذهاب عبارة عنده 14 نقطة بقية الان. في حواره مع النجم الراتسي من اجل المركز الثالث، تحية لأمننا الوطني سيدات ورجال وحماية وديوانة وجيش وامن واستخبارات وغيرهم، تحية لهم من القلب على العمل. قولوا لهم راهو كنا معاكم اعلاميين، شعب رياضيين، يد واحدة وشعب واحد.
78-73. زياد جعفر قطوعة من مروان كشريد، حاول تعكس الهجوم، يرجع بسرعة حسني سعيد، تمشي للعباسي ياخذ الخطأ، يربح الفاول على حسني. ثالث أخطاء حسني سعيد وخطأ اللي فات محمد العباسي، حاول يمشي للفاست بريك النجم الراتسي، تسديدات من بعيد في الفترة الرابعة ما مشاتش برشا، بدل ولا يعمل دفاع ضاغط، يمشي أكثر ياخذ المخاطرة لقطع كرات، وقاعد يمشي برشا للهجمات المعاكسة النجم الراتسي. 78-75، ثلاث نقاط لاتحاد المونستيري، أربع دقائق ونص على نهاية المباراة. لغنج يطلب ليكرون من الانتريمش، لغنج يمشي عكس جهة ليكرون، وصل كرة لمحمد قدور، يعمل الفانت بالعباسي وينجح، يعمل المراوغة محمد العباسي، هذا اللاعب الشاب شوية بشوية قاعد يربح في برشا وقت لعب مع مونا مون، في كل مرة يعطي فيه ثقة. رينيه في الجرجاني كيف كيف ضد النادي الافريقي. خمس نقاط، التسديد مروان كشريد من ثلاثة ناجحة، خلص الفارق نقطتين مروان. كيف كيف مروان كشريد مركز مليح في مباراة اليوم، صحيح ماهمش احصائيات عالية لكن ما غلطش برشا مروان. كرة الاتحاد المونستيري، مروان لغنج يحاول من بعيد ينجح، نجاعة قصوى، نجاعة قصوى اليوم في رادس وفي المستير. 83-78 وما زالوا ثلاثة دقائق ونص، مباراة تنجم توصلنا قريب لل 90 نقطة، مش متعودين نشوفوه برشا في الباسكيت التونسي. لطبيعة اللعب نتاع الفريقين يحبوا يمشوا برشا للاتاك. 83-80 وما زالوا ثلاث دقائق، سامحوني صوتي يا خو يعطي، اعذروا لي اعذروا شوية البحة. تريمش يحاول على المربع ما سجلش، موجود العباسي كالعادة في الالتقاط محمد العباسي، ثلاث دقائق 83-80، محمد العباسي جرب حظه من ثلاثة نقاط، سجل اللي قبلها المرة هذه ما سجلش، يطلب السماح من أصحابه. 83-80، ثلاثة نقاط الاتحاد المونستيري، ونزيدوهم سبع نقاط أسبقية اللي خذاها في رادس وقت مباراة ذهاب البلاي أوف، يعني تقريبا عنده 10 نقاط أسبقية في مباراة المركز الثالث اليوم. المتابعة من قدور ثم الاستميتة، تمشي الكرة لشكون؟ عبيدة طلع بسرعة على الكرة، يحاول يقطع حلو غان لغنج، مروان كشريد وعمر عبيدة، مروان كشريد عباسي يسدد إن أند أوت، تدخل وتخرج كرة مروان كشريد. ثلاثة نقاط كيكتين ماني تايم، ثلاث نقاط وتكتين ماني تايم على الوطنية بين المونستير ورادس، بين النجم والاتحاد، قصة مركز ثالث. يسجل الاتحاد المونستيري، ياخذ معه خمسة، دقيقة و57 ثانية على نهاية المباراة، خمس نقاط للاتحاد المونستيري. أجواء كبيرة في القاعة للأمانة، أجواء كبيرة نشوفوا فيها في المونستير ونشوفوا فيها في كل قاعات البلاي أوف. البلاي أوف يجلب الأنظار بالفرجة والفنيات، مباريات كلاسيكية كبيرة رينيها في البلاي أوف، نجم الساحلي النادي الإفريقي ذهاب وإياب، نجم الراتسي الاتحاد المونستيري ذهاب وإياب، نجم الساحلي نجم الراتسي، لنا برشا مباريات في البلاي اوف وعايشناكم احلى اللحظات، ان شاء الله نكملوا الموسم كيف كيف نعيشوكم. المباريات الحاسمه للادوار نصف النهائيه بطوله وكاسا، كيف كيف الادوار ربع نهائيه ما تنساوش نهار السبت الموعد، عدلوا مناقلكم وخذوا النوت نتاعكم وما تنساوش الموعد. النجم الساحلي النادي الافريقي ربع نهائي كاس تونس في قاعه الاولمبيه بسوسه من 3:30 العشاء ان شاء الله على الوطنيه 2، موعد منتظر بعد 3 ايام. او دي جي اف
من لقاء كبير، خرج بخمس أخطاء شخصية منذ قليل. دقيقة و55 ثانية، 85-80، نتيجة عالية، نتيجة عالية للفريقين، برافو. 165 نقطة قبل دقيقة و50 ثانية، هجوميا سكورينج وفرجة وفنيات في لقاء الاتحاد المنستيري ونجم الراتسي اليوم. للأمانة مش متعودين، دقيقة و43 ثانية، زوز فرق يدوروا في 170 نقطة هجوميا، زوز فرق عملوا باسكيت فني وفرجوي وهجومي. حسن سعيد أربع أخطاء، مروان كشريت الرمية الحرة الأولى غير ناجحة. كنا بعد جولة اليوم نعرفوا برنامج نصف نهائي البطولة اللي باش تلعب نهار 19، ينجح في الثانية مروان كشريت. 85-81، كرة الاتحاد المنستيري لغنج، حسني سعيد مشي بالكرة ضد حسني سعيد معلن من صابر الرزقي. دقيقة ونص، دقيقة ونص على نهاية المباراة، 85-81، امتلاك ثمين، امتلاك ثمين للنجم الراتسي. عمر عبيدة، عبيدة مروان كشريد حاول من الثلاثة ما سجلش، المتابعة من أحمد تريم مش يعمل ربوع. أحمد تريم مش يلعب كرة مولونة مع لغنج، لعب برشا مروان لغنج، لياقة بدنية عالية في غياب سيف العساوي وجوليوس كولز، لعب تقريبا كامل المباراة مروان لغنج في راس الأحياني. دقيقة وثمانية ثواني، أربع نقاط للاتحاد المنستيري. زياد جعفر يخرج على الكورنر، حسني سعيد من ثلاثة ما يسجلش، المتابعة من شكون؟ ثم صافرة خطأ ضد عمر عبيدة، ثالث أخطاء عمر عبيدة. صحيح قام بالخطأ، بل دقيقة كان اللي التحقوا بينا الآن، عمر عبيدة عمل مباراة جيدة اليوم، عمل مباراة حلوة عمر عبيدة. 59 ثانية، 85-81، يدخل مين رزيق باربع اخطاء مكان العباسي. كان البحث على التسديد الثلاثي مع مين رزيق، هما نفس تقريبا المركز، لكن مين رزيق اللي يخرج لبرا. حلوه العمليه، حلوه حلوه العمليه فنيا، كورك كيفاش دارت في الامتلاك الاخر للاتحاد المنستيري، سله بانضاف في راس الاحياني. 87-81، ست نقاط مع الثواني على نهاية مباراة، رينا فيها باسكيت حلو، متعونا الحقيقة الرواتسية والمشاترية اليوم. سلة لعمر عبيدة، أفضل لاعب في رادس اليوم، مباراة جيدة لعمر عبيدة. ليوسف قدور للمروكي درجة أقل شوية، مروان كشريد، عمرو بوعليك في الشوط الأول عمل ماتش باهي كيف كيف. اتحاد المنستيري مباراة بدنية كبيرة لمروان لغنج في راس الأحياني، في الريجستر نتاعو نجح اليوم. إيفي أودي جي عاون برشا قبل الخطا الخامس، زياد جعفر كلاعب سادس بلغة الرياضة ولغة كرة السلة سيزيام هوم عمل الإضافة، وحسني سعيد كيف كيف عمل لقاء كبير فات 20 نقطة. 18 ثانية على نهاية المباراة، هذه قاعة المنستير. 87-83، مباراة من أجل المركز الثالث، اللي يفوز يكمل ثالث البلاي أوف، واللي يخسر يكمل رابع. الاتحاد المنستيري عنده أسبقية في المواجهات، سبع نقاط أمام النجم الراتسي، يعني عنده أربع نقاط الآن وعنده سبع نقاط من مباراة الذهاب، يعني تقريبا أمور المركز الثالث حسمت تقريبا، لأنه الاتحاد المنستيري تسمى عنده 11 نقطة، لأنه حتى النجم الراتسي إذا يحب يفوق المركز هذا فإنه يزمو يرجع على الاتحاد المنستيري في 18 ثانية ويزيد يخسر ثمانية نقاط أخرين في 18 ثانية، هذا أمر تقريبا صعيب ياسر باش تدارك 11 نقطة في 18 ثانية في ختام بلاي اوف 2015-2016. إن شاء الله تمتعتوا معنا بمباريات كبيرة نقلناها لكم، بعد باش تبدا توا الأمور الأكثر جدية وأكثر أعصاب وأكثر فرجة وأكثر توقف لعب وأكثر جمهور وأكثر كل شيء، باش تدخلوا الربع نهائي كأس تونس، فيه لافيش النجم الساحلي للنادي الإفريقي، وبعدها بجمعة باش نمشيو لأنصاف النهائية للبطولة. وما أدراك ما الأدوار نصف النهائي للبطولة على مباريات ذهاب
وإياب بين البيك فور في برنامج نعرفوه بعد نهاية الجولة الأخيرة، نعرفوا الترتيب النهائي. الآن عرفنا الاتحاد المنستيري باش يكمل ثالث، عرفنا أنه النجم الراسي باش يكمل رابع. الآن إذا النجم الساحلي فاز أمام ملعب النابلي فنكمل الأول ونلقاو النصف النهائي بين النجم الساحلي والنجم الراسي والفريق الاتحاد المنستيري. إذا مثلا الفريقي فاز والنجم الساحلي خسر أمام نابل وطلع الفريقي المركز الأول يلعب نصف نهائي الفريقي النجم الراسي والاتحاد المنستيري النجم الساحلي. هذوما السيناريوهات الممكنة. وبعد تقريبا ساعة ونص من هنا كتوفة كامل المباريات نعرفوا برنامج سوبر بلاي أوف، 7 ثواني على نهاية المباراة، 37-83 كرة لحسني سعيد النقطة 89 تقريبا مازالوا 3 ثواني وهكا يفوز الاتحاد المنستيري بعد 3 تقريبا هزائم متتالية للاتحاد المنستيري في مشوار البلاي أوف الأخير. هزيمة ضد نجم الساحلي ثم ضد ملعب نابل ثم شبيبة منازة، يرجع لطريق الانتصارات اليوم في الختام في ختام اللقاءات أمام النجم الراتسي. مازالت ثانية، فما خطأ في الأثناء، مازالت ثانية مباراة مازالت مفاتش، لكن أمور الرهان متاع المباراة تقريبا حسمت. 89-83 ثانية على النهاية، 6 نقاط مباريات في نصف النهائي باش تكون من طراز كبير. بها مش باش يتقابلوا في نصف النهائي، ما كنتش تلقاو مثلا مباراة النجم الساحلي نادي الفريق لأنه باش يكملوا واحد الأول واحد الثاني، وما كنتش تلقاو في نصف النهائي مباراة هذايا النجم الراتسي نجم الاتحاد المنستيري، لكن باش تلقى كروازمون بين زوج فرق هذوما وبين النادي الافريقي والنجم الساحلي. يلا ما نسيتش برشا لونتين، فما وقت الاخبار. شكرا لكم على حسن المتابعه والاهتمام، ونتلاقاو ان شاء الله في الكلاسيكو نهار السبت في مباراه النجم الساحلي النادي الافريقي. صباح الخير.